الجميع في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد. وفيديو النهارده هو اسهل طريقه عمل ماسك واسرع نتيجه فوريه، تفتيح تبييض نضاره واشراقه كمان، تفتيح فوري ونتيجه فوريه بالاسبرين. النهارده العنصر الاولاني والاساسي هو معانا هو الاسبرين، ونبتدي الوصفه على بركه الله. ومعايا حبيتين من الاسبرين، انا طبعا طحناهم في الباكت بتاعهم، فضلت ادق عليهم كده لحد ما اتطحنوا علشان ما اخدش من وقتك. الاسبرين يا بنات مفيد جدا للبشره. الاسبرين طبعا مقاوم لحب الشباب وبينظف الجلد وبيفتح البشره جدا وبيخلصك من البكتيريا والعدوى الجلديه، كمان بيساعد على تفتيح البشره بثلاث درجات، كمان مضاد للالتهابات، بيطهر الجلد وبيجدد خلايا الجلد وبيخفف التهابات، سوري بيخفف انتفاخات تحت العين طبعا بالمكونات المختلفه اذا كان للبشره ولا للعين. فالاسبرين مفيد جدا للبشره، وكمان بيحتوي على الساليسليك. طبعا الماده دي مفيده جدا للجلد ومفيده جدا للبشره، ومع تجربتنا ليه لقينا فعلا ان هو بيرطب البشره جدا وبيخلي البشره نضره جدا جدا، كانك عاملاها مثلا جلسه نضاره، فبيخلي البشره حلوه جدا. انا دلوقتي حطيت 2 اسبرين في الطبق، عندي بقى التدويب بقى بتاع الاسبرين، يا اما ميه ورد يا اما الزبادي. المتوفر عندك حطيه، الاثنين نفس النتيجه، وكمان غير المتوفر عندك اللي بشرتك بترتاح عليه يا قلبي. انا اخترت الزبادي عشان انا بحب الزبادي جدا، بيجي على بشرتي. انت ممكن لو بتحبي الميه الورد ممكن تدوبيه بيها او تدوبيه بالزبادي، لان الزبادي رطب جدا على البشره فانا بحبه جدا. دوبنا كده الزبادي بالاسبرين علشان الاسبرين يدوب فيه، خدنا معلقه زبادي ونقلب حلو جدا علشان يندمج مع الاسبرين ويدوب بسرعه. زي ما انت شايفه طبعا الزبادي مرطب خطير للبشره، بيرطب بعمق البشره، وكمان بيخلي بشرتك زي البيبيهات وبيدي البشره لمعه جميله. هناخد المكون اللي بعد كده وهو اللبن البودر، واللبن البودر طبعا بيقشر البشره وبينظف البشره وبيعين الشوائب طبعا منها، والشوائب طبعا والبكتيريا من البشره، ويعتبر كاسكراب او يعتبر بيقشر البشره جدا وبيدي البشره نعومه غير طبيعيه. المكون اللي بعد كده وهو البن، هناخد معلقه بن، والبن بيبيض البشره جدا وبيعمل لها سكراب برده، وكمان البن مضاد للاكسده وبيعين كمان اي التهابات وبيعين كمان اي بكتيريا، ولو في بقايا حب شباب او عندك اي بقع بنيه او بقع ملونه لا قدر الله بيعالج جدا في التخلص منها. هنقلب طبعا المكونات حلو جدا، وطبعا الفيديو ده فيديو في الخمسينة، انا مسميه فيديو في الخمسينة لانه قصير جدا، بس انا قلت اديكوا المعلومه دي يا رب ان شاء الله تعجبكم. قلبنا المكونات قوي، وبعد كده نبتدي بقى عشان نحطها على بشره نظيفه. لو انت خارجه او عندك مناسبه فرح او عندك اي مناسبه او خارجه خروجه عاديه، ممكن تعملي الماسك ده قبلها بساعه او بنص ساعه، هيخلي بشرتك مش محتاجه ميك اب خالص، وهيخلي بشرتك نضره بعد ما تشطفي وشك، هتحسي ان انت مش عايزه تحطي ميك اب، هيبقى صعبان عليكي ان انت تغطي الجمال ده بالميك اب اصلا. وطبعا كل بنوتاتي جمال وحلوين، والجمال جمال الروح اكتر من جمال القلب كمان، واكتر من جمال الشكل. طبعا حطيناه على بشره نظيفه، هتعينيه بحركات الفرك، وبعد كده تشطفي وشك بميه بارده، وبعد كده هترطبيه باي مرطب عندك صفر، اي مرطب فيتامين اي، اي كريم عندك، اي مرطب مثلا زيت لوز، اي زيت خفيف كده، جوز الهند، اي حاجه، هتلاقي وشك بيلمع ونضر كانك عامله جلسه نضاره بالظبط. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم، وفضلا وليس امرا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لو انت جديده. اشوفكم ان شاء الله في امان الله، مع السلامه.